يا هيثم ازيك؟ الحمد لله تمام. جاهز لمغامره النهارده؟ ان شاء الله يعني بجهز. طيب مبدئيا مغامرتنا محتاجه قلب جامد جدا، وعشان نبداها لازم تاخد تاشيره المغامر. فهنسالك شويه اسئله عشان نشوف انت قد ختم المغامر والمغامره كلها ولا لا. انت جيت لي في ملعبي. لما انتوا طيب. اوكي، انت بتصنف نفسك شخص مغامر ولا حريص شويه؟ مغامر يعني الى حد ما. مغامر بجد؟ اه طبعا. كل ده مغامر؟ انت بتخاف من الطيارات وبتعمل حاجات كتير قوي مغامره. ايوه بس بسافر يعني. هي بخاف من الطياره بس بحب السفر جدا. شايف ان فكره الابوه دي مغامره صعبه ولا سهله؟ هي هتبقى سهله على يعني اللي عارف يتعامل معاها او اللي مخطط لها كويس او بيتعامل صح مع التربيه وبيسمع للناس اللي حواليه او الناس اللي سبقوه في 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 المغامره دي. فانا بصراحه انا شايفها سهله جدا عليا بصراحه، وبتعامل معاهم هم يمكن عشان كمان ملامحي الطفوليه شويه، هم حاسين ان انا يعني مش ابوهم يعني. ومبدئيا كمان هم بينادوا لي هيثم من ساعه ما اتولدوا، هم بيقولوا لي هيثم ما بيقولوش اي مسمى تاني. اوكي، فانا صاحبهم طول الوقت يعني. اوكي، ممكن تغني لنا اغنيه بتعبر عن احساسك دلوقتي؟ اهون عليك وتهوني يا ليالي، يا حبيبي فين الوعد الغالي، وعايش لمين من بعدك تاني، كان مالي بيك كان مالي. هتتبسط والله صدقني. اوكي، دلوقتي احنا خلصنا اسئله، هنروح نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامر بالفي ار تيست ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام. طب هما دول سبقوني؟ انا لسه ما صوتش حاجه، بس خلي سرع 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 بايدك الاثنين. هي ليها تكنيك ولا اي حاجه؟ انت خليك اقعد كده صح زي ما انت. ايوه بره بقى، دي اللي هي نشوف ايه اللي هيحصل معاك فيها. ربنا يستر عليك. بنلبس فيها كل مره دي يعني. طب هيثم، بعد دي ار تيست انت مغامر بنسبه 78%. بس ايوه، بس لسه هنشوف لما نطلع فوق ايه اللي هيحصل. اه هو لسه عشان الحاجات التانيه لسه. اللي هتحصل دلوقتي انت هتاخد باسبورك وهتسلمه لهم هناك. حلو. اوكي، بس قبل ما تمشي عاوزينك تسجل فويس نوت مش هنسمعها الا لما تنزل هناك. ماشي، اتفضل. دينا، قبل ما ننطلق على مغامرتنا عاوز اعرف منك مين كان نفسك يكون معاك دلوقتي حالا عشان يعيش معاك المغامره. ممكن ولادي، لان احنا متعودين اي حاجه جديده نعملها مع بعض. ممكن تكلمهم دلوقتي فيديو كول وتعيشهم معاك جو المغامره كله. اوكي ماشي، يلا يلا بينا. الو. هاي. الو. ازيكم؟ عاملين ايه؟ انتوا عارفين انا هعمل ايه دلوقتي؟ هتعمل ايه؟ هعمل سكاي دايفنج. والله؟ هيثم ما انت بتخاف من كده. ايه حبيبي؟ انتوا عارفين انا هنط فين؟ فين؟ هنط في الغردقة. هنطلع الاول بالطيارة ونتفرج على الغردقة كلها من فوق، دي حاجة طبعا اكيد ممتعة. وبعدين هننط فوق جزيره اسمها جفتون، دي من احلى الاماكن في الغردقه، وانا متحمس جدا ان شاء الله. ولو انبسطت، وانا متاكد ان انا هنبسط ان شاء الله، اوعدكم المره الجايه هاخدكم معايا. اوكي ان شاء الله. احبكم. احنا كمان. باي باي. نجوم السماء